طبعا ولادنا حياتنا، وعلشان هم كل حياتنا بنحاول طول الوقت ان احنا نساعدهم. بس في يوم في السنة بنحاول نساعدهم اكتر شوية، او يعني نزود السعادة حبتين، طبعا يوم عيد ميلادهم. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله ده اللي هنعمله مع بعض، ازاي نعمل عيد ميلاد لولادنا بأقل التكاليف، ويعني يبقى حلو وجميل ونبسطهم، وفي نفس الوقت ما نبقاش يعني صرفنا كتير. هنعمل وصفات كلها سهلة وبسيطة جدا، يعني اي حد ما بيعرفش يدخل المطبخ هيبقى سهل عليه جدا ان هو يعمل الوصفات اللي انا ان شاء الله بإذن الله هعملها معاكم النهاردة. اول حاجة هنعملها، السؤال بتاع النهاردة هو مش سؤال بس، انا حابة ان انتوا تشاركونا بوصفات برضو مش مكلفة بتعملوها في اعياد ميلاد ولادكم علشان نستفاد بيها احنا كمان. يعني لو في حاجة من الحاجات اللي انا عاملاها مش مغطية الموضوع، يعني يا ريت ان انتوا برضو تكلمونا وتقولوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها. هابي بيرثداي بقى، عاملين عيد ميلاد، وطبعا شخصية مجننة كل الأطفال بالذات البنات، يعني خصوصا البنات، إلسا وأنا وفروزن والحاجات دي. فأنا حابة إن أنا عملت يعني إيه، أنا بصراحة نقلت لكم تجربة، التجربة دي بقى لها سنتين عندي. فبنتي كانت برضو من الناس اللي متجننين فروزن مش عارف إيه، حاجات بقى بسيطة فنية، ممكن ترسموا حاجات بسيطة على ورق، على كانسون، على تشفوا حاجات. بصوا يعني الحاجات اللي انا عاملاها على فكرة مفيهاش اي شغل، اي حد ممكن ان هو يعملها. يعني الصور دي ممكن ان احنا حتى نطبعها على ورق A4 اللي هو الابيض ونقصها، اللي مش بيعرف يرسم. بس انا يعني اختي ربنا يخليها ليا بصراحة، هي على طول بتساعدني في كل حاجة. قعدنا انا وهي نرسم في حاجات ونعمل حاجات ديكوريشن كده بسيط، لان يعني بيبقى بيدي برضو بهجه للاطفال. وطبعا ده يعني اي حد ممكن ان هو يفنن بقى براحته ويعمل اي حاجه تبسط ولاده. احنا اهم حاجه ان احنا نبسطهم، وخاصه زي ما قلت اليوم ده يعني يوم جامد جدا بالنسبه لهم. فكلنا بنحاول ان احنا نحتفل بيه بطرق مختلفة، المهم ان احنا تبقى التكلفة بسيطة. وانا هقول لكم كل الحاجات اللي انا عاملاها دي، يعني مثلا عاملة فشار، عاملة جزر علشان الشخصية اللي هي الأولاف، ولا مش عارفة اسمه ايه، انا مش عارفة قوي الشخصيات بصراحة، مش عارفة، فلو قلت كلمة غلط او اسم غلط اعذروني يعني. بس ايه الشخصية دي ليها مناخير كده بجزرة، فعملت جزر في الخله زي ما هي واضحه قدامكم على الشاشه. وهقول لكم المارشميلو ده عاملاه برضو ازاي. مارشميلو طبعا سعره عالي، بس لما نحط 6 وحدات مش هيعمل معانا يعني تكلفه خالص. هنبتدي على طول مع بعض في وصفاتنا، وانا ماشيه كده في واحده هقول لكم ايه الحاجات اللي انا عامله بيها لمسات بسيطه، وفي نفس الوقت تدي بهجة وانبساط لولادنا كلهم. وإيه، وكل سنة وكل ولادنا طيبين، ويا رب دايما بخير ويخليهم لنا وفي أحسن صحة وأحسن حال دايما يا رب.